النعمة، نعمة نعمة الإيمان، بل إن نعمة الإيمان تجعل النقمة نعمة. أنت رحت للسجن في سبيل المبادئ، في سبيل القيم، في سبيل المثل، من أجل الناس، دفاعا عن حقوق الناس، دخل السجن. هذا السجن اللي في ظاهر الأمر نقمة بالنسبة إلى المؤمن نعمة، صحيح دخل السجن، لكن الثواب اللي حصله من خلال دفاعه عن حقوق الناس وما تحمله في السجن هذا شيء جدا كثير. عندنا في الروايات أن بعض العباد الذين ابتلاهم الله في الدنيا يوم القيامة رب العالمين يتكلم معهم كالمعتذر. الله جبار السماوات والأرض، الله متكبر لكن يتكلم مع هؤلاء كالمعتذر، يقول عبدي إنما ابتليتك في الدنيا بما ابتليتك لما أعددت لك هنا. يقول عبدي إنما ابتليتك في الدنيا بما ابتليتك لما أعددت لك هنا. شوف القصور، شوف الحور، شوف المقامات، شوف أنت رفيق الشهداء، رفيق الأنبياء، رفيق الصالحين، أنت من المقربين، أنت من المرضيين. فيقول يا رب لما ما ازددت علي بلاء في الدنيا، ليش ما زيدت البلاء علي؟ قال خفت عليك من الفتنة، لو شوية كنت أزيد عليك بعد كنت تحتج، كنت يمكن تكفر، ليش رب العالمين القد يبتليني؟ يعني يوم القيامة المبتلى يتمنى لو كان مبتلى أكثر، يعني يا ليت كانت النقم اللي في عيون الناس نقم كانت أكثر بالنسبة إلي لما يرى من المقامات العالية للمبتلين.